بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما حلت هذه الذكر الأليم على هذه العائلة الكريمة وعلى جميع الشعب الصحراوي، لا بد من زيارة هذا المكان. تآزر هذه العائلة على مأساتها وعلى مأساتنا جميعا. هذه العائلة الكريمة التي صمدت أمام الطغيان والظلم، وهي لا تقارب شيئا إلا كشف الحقيقة، إلا كشف الحقيقة عن ما جرى لابنها سعيد دنبر، الشهيد سعيد دنبر، وجميع الشهداء اللي سقطوا معه. ولهذا نقول عن هذا النهار، هذا الوقت اللي عادل 42 شهر على اغتيال هذا الشهيد، لا بد من زيارة هذا المكان ومؤازرة هذه العائلة والوقوف معها في محنتها ومحنة جميع الصحراويين. السلام عليكم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا جينا أزور هذه الأسرة اللي منحونة، مقتول ولدها ظلماً وعدواناً، مقتول عن شعب الصحراوي كامل، ما كانوا معاذرين الشعب الصحراوي اللي كامل مظلوم، واللي منتهك حقوقه، واللي مظلومين مقتولين أبنائي ظلماً وعدواناً. لأن هذه فكرة احنا حيها الشعب الصحراوي كامل، انما عاد اللي عاد 42 شهر من 2010 الى 2014، وهذا احنا ان شاء الله وانتم مصادين على هذا النوع اللي هو اللي ينحقوا جميع مطالبنا وجميع مطالب ابنائنا اللي مقتولين ظلما وعدوانا. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا الكريم. كما جرت العادة، احنا كل يوم 22 من كل شهر نحيو هذه الذكرى العليمة، ذكرنا بهذه الفاجعة التي لم يسبق لها مثيل تقريبا إلا قليل، والتي ارتكبت من طرف سلطات الاحتلال المغربية ضد الشاب صحراوي مدني بريء. إننا كصحراويين وجزء من الشعب الصحراوي وباسم الشعب الصحراوي قاطبة نحيي هذه الذكرى الأليمة باستنكار عظيم وشديد وتنديد كبير لهذه الجريمة التي ارتكبت في حق هذا الشاب الصحراوي البريء العزل، ونحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكرة التي تمثلت في اغتيال ابننا سعيد دنبر بسلاح الدولة المغربية. والغريب في الأمر أنهم مع هذا كله يتنكرون للحقيقة ويتهربون منها، بل أكثر من ذلك ضايقوا هذه العائلة على استنكارها ولا يتضامن الناس الصحراويين معها وهجموا على هذا الدار، على هذا المنزل كم من مرة. إذن هذا النوع من الجرم إنما يذكرنا بجرم استعماري احتلالي حاقد مدفوع بعذاب بعدوان كبير على الصحراويين. وعلينا أيها الصحراويون والصحراويات أن نتضامن ضد هذا الجبروت الاستعماري، وأن نقاومه بالوحدة والتحدي والصمود، وما ضاع حق وراءه مطالب. وتحية لشعبنا وتحية للأسرة، أسرة سعيد دنبر، الشهيد سعيد دنبر، هذه الأسرة التي تميزت بصمودها واستنكارها ورفضت كل الإغراءات والتهديدات والضغوطات، رفضت كل هذا وبقيت صامدة من أجل شيء واحد، هو من أجل كرامة الشعب الصحراوي. أما سعيد هم يعلمون كما نعلم جميعا أنه استشهد ولم نراه إلى يوم القيامة إن شاء الله، ونتمنى أن نراه ولا شك إن شاء الله
أننا نرى نجتمع جميعا في الجنة، أننا نراه في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والله لا يضيع أجر المحسنين. وشكرا شكرا لعائلة سعيد دنبر الصامدة المناضلة المجاهدة، ونؤكد لهم تضامننا اللامشروط معهم، وأننا نعتبر أنفسنا جزء من هذه الأسرة التي فقدت هذا الشاب الصحراوي البطل. ونعلم كذلك علم اليقين أنه ما استشهد إلا للدفاع عن الجريمة التي ارتكبت في مخيم، في الهجوم على مخيم قديميزي. لذلك اندفع الشرطي المغربي بعدوانه وحقده لاغتياله. وشكرا لهذه العائلة، ونحيي ونحيي بحرارة شهداءنا الأبرار في كل مكان، وهم مقدمتهم اليوم سعيد دنبر وما ضاع حق امرئ مطالب. والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم الجماعة الصحراوية جاية تحيي ذكرى الشهيد سعيد دنبر، وكل 22 يوم في الشهر لا بد أن نجو للدار نعصروها، للدار لأهلها صامدين، للعملاء ما قد يثنوا عن ذاك عن مطلبهم، واللي طمع ما قد يثنيهم عن طلبهم، واللي العهد اللي عطاونا عند طب نهار استشهاد وتسموا عليه ولا يتم عليه إن شاء الله إلين يحقه ذاك اللي دوره. ولعلنا إحنا الصحراويين ما نقدر ننساو شهدائنا، ولا نقدر ننساو مفقودينا، ولا نقدر ننساو معتقلين، ولنا إن شاء الله إلين تم صامدين واقفين إلين نحقه ذاك اللي ندوره كامل، وهو الاستقلال بتاع كل الوطن والشهادة. احنا جايين اليوم طامين مع سعيد دنبر وكل 22 يوم نشوفو ديما، طامين معاهم ليتهم ولا طامين معاهم، طامين معاهم الشعب الصحراوي كامل، طامين معاهم لين يحقوا مطالبهم اللي دور. ورانا طالبين من الصحراويين كاملين يجو تم يجو في الدار يطامنوا معاهم ولا يتأخروا عنهم، وكل الوطن والشهادة. تعالوا وبركاته. الجماهير الصحراوية 22 دائما الوقوف إلى جانب عائلة الشهيد الصحراوي سعيد دنبر من كل شهر على مدة 42 شهر. هذا ما هو ليرد الجماهير الصحراوية والله العائلة عن مطلبها، لأن العائلة لا من الجماهير والجماهير من العائلة، ولين تم هذا المطلب إن شاء الله ولين حقه مطالبنا كاملة وكشف الحقيقة كاملة، وكل الوطن والشهادة.